بزاف الناس كيعتبروه هو الغود فادر ديال المافيا في امريكا، شخصيه اللي كان عندها تاثير كبير في العالم ديال الجريمه المنظمه. سميتو لاكي لوتشيانو. هاد السكريبت مخود من بروفيسيون غانغستر اللي مكتوب بالفرنسي، وهادي فيرسيون خدمت عليها بالدارجه. مشينا. زاديت في 24 نوفمبر 1897 في واحد الفيلاج صغير في المنطقة ديال سيسيليا. والدي يسموني سالفاتوري، وكنت أنا الولد الثالث للفاميلا ديال لوكانيا. الفاميلا كان فيها الوالد والوالدة وخمسة الخوت، أنا هو الوسطاني فيهم. حالتنا المادية كانت مقودة عليها، حاضقين ولكن طايفين مع الحياة على أمل يجي شي نهار اللي نهاجروا فيه من هنا. والدي كانوا مفيزين على أمريكان، سرتو الوالد اللي صغره كاملو ولسانو في حاجة وحدة ينتحولو لأمريكان. وهادشي اللي قدرنا نديرو في أفريل من العام 1906. سافرنا في باطو محرتك باش نوصلو لواحد العالم بدل على فين كنا. خلينا مورانا فيلاج مكالمي وجوه معروفة، وجينا لواحد العالم الحركة فيها ما كترصاش، ناس فيه غراب وكايخلعوا. الوجهة ديالنا كانت هي المدينة ديال نيويورك. لقلنا الوالد بارتما محشرة ومظلمة في واحد الحومة ديال الدراوش، كانوا فيها ناس من الطاليان بحالنا، وكانوا حتى الإيرلنديين واليهود. كنا كلنا مخلطين وعايشين وسط الميزيرية مجموعين. بالنسبة لي حتى حاجة ما تبدلات، بدلنا غير الفقر ديال الفيلاج اللي جينا منه مع الفقر ديال نيويورك. شقفادو بالفاص وخلاص. الوالد عندي قدر يدبر في خدمة في البني، كان عنده صالير كتر من اللي كان كياخد في سيسيليا، ولكن يلا كان كيجيب تعادل مع المصروف ديال الدار. غير هو على الأقل كان عارف بلي هنا في ميريكان ولادو عندهم أمل يحسنوا الوضعية. فبالنسبة لوالدي المدرسة كانت هي أهم حاجة، خاصة أنها كانت فابور عكس البلاصة منين جينا. بالنسبة لدري صغير بحالي اللي ما كان كيقشبل حتى كلمة في الأونجلي، المدرسة ما كانت حاجة سهلة. العوامل الأولى عندي في القراية كانوا من بين الأوقات الخايبة اللي عانيت فيهم في حياتي بزاف. كان في عمري 9 سنين، أنا أكبر واحد في الكلاس. التلاميذ اللي كيقراو معايا كانوا صغارين بزاف، وفوق ما دوا معايا شي واحد منهم ما كان فهم حتى وزة من هضرتو. هاد الحالة اللي كنت كنعيش في المدرسة كانت هي السبب باش فكرت نخرج منها بالمرة، على الأقل في الزنقة الناس كيفهموني. فكنت كنحسد التلاميذ اللي معايا واللي كانوا قرايا، سورتو اللي من أصول يهودية، كانوا طيارات فاش ما جيتيهم. هاد الماركات هادو كانوا دماغ، وكنت عارف بلي من هنا للقدام خاص الناس بحال هادو يكونوا ضايرين بيا. مع الوقت وليت كنكاسي من المدرسة، كنهبط للشارع وكنحاول ندبر على فلوس بأي طريقة. في ديك الوقيتة كنت فاهم مزيان بلي كاينين الناس اللي عندهم وكاينين الناس اللي ما عندهمش، واللي كان راس خليف الدماغ ومأكد منه هو أنني كنت عازم باش نكون من الناس اللي عندهم. أول خدمة بديت بها هي ليفرر في واحد المحل، من بعد لقيت طرق أخرى باش ندير الفلوس سهل من هادشي، وليت كنشفر أي حاجة طاحت على إيدي. زيد عليها وليت كنقدم سيرفيس للتلاميذ اليهود، كيدبروا عليا وكنحميهم من الطاليانيين والهيرلنديين في الخرجات المدرسه. با شافني ما مسوقش للقرايه قال لي عندك جوج الاختيارات، يا اما ترجع للمدرسه يا اما تشوف ليك شي خدمه فين تقوم براسك. بطبيعة
بطبيعة الحال الاختيار الثاني هو اللي غادي نقول ليه. في الحومة اللي كان سكن فيها بزاف ديال الدراري في لاج ديالي خرجوا من المدرسة بكري، فيهم قاع اللي ما قاري والو ولكن كاملين عندهم حلم واحد، يديروا الفلوس ويعيشوا الحياة الرفاهية. هكا بداو الدراري كيكونوا عصابات وكيديروا جرائم صغيرة في الحومة، وحتى أنا كنت داخل معاهم في هاد البسالات. بدينا كنسرقوا المحلات، كنطيروا السكن لعيالات الشارفات، بلانات كتار في حال هكا. ولكن ما كناش بوحدنا اللي غارقين في هاد العالم، كانوا ناس بروفيسيونيل اللي حاكمينا في العالم ديال الجريمة، واللي كنا كنعيطوا ليهم الدون، رجال اللي كانوا جاوا بحالنا من الطاليان وداروا فلوس كحلة على طريق البتيزاز. العصابة ديالي كنت انا هو الشاف ديالها، وفيها ما بين 6 حتى 12 واحد، الاصل ديالهم كاملين من سيسيليا. رونا الحومة عندنا بالسرقة والقريسات فاش كطيح الظلمة، وكانوا بزاف ديال العصابات بحالنا في السيكتور، ولكن حنا كنا باغيين نتميزوا عليهم. بدينا كنحسوا بلي الحومة صغيرة على الأنشطة اللي باغيين نديرو، وحنا نطلعوا لبرا وبدينا كنفيزيو برا السيكتور. بديت انا والعصابة عندي كنهبطوا للكارتيات المزيانين في نيويورك. هنا العاقة كانت على الجهد، ناس مكبتين صرف الحركة دايرة مزيان. فهاد البلاصة قدرنا نديرو تحالفات جداد وعرفنا 20 آخرين. وهنا فاش تلاقيت بواحد خينا سميتو فرانك كوستيلو. هاد كوستيلو كان هو الشافت العصابة ديال شارع 104 في ديك الوقيتة. كان طالياني بحالي، واحد سيد ذكي عارف شنو باغي وما كيرحمش. كان عنده نفس الهدف اللي عندي، واللي هو نطلعو للقمة ديال السلم الاجتماعي. هاد النقاط اللي كانت شاركوا فيها قرباتنا ولينا 20 صحبة اللي غادا تدوم تليهم الخراد حياتنا. على العمر ديال 15-16 عام ولات الجريمة هي خدمتي رسميا، وخا كنت مازال كنخدم ليفرور مرة مرة باش ندبر على شي دولارات زايدين. الجرائم اللي كنت كندير انا وعصابتي كيجيبو غير شي فلوس قليلة. كنا في العام 1915 وبزاف صحابي تشدو في الحبس ومنهم كاستيلو. من جهتي انا كان عندي بزاف تزار مازال ما طاحوا عليا ديك ساعة. في الخدمة ديالي كاليفرور كنت كاليفري الطرابش وكنخبي فيهم لي دروغ للكليان. كنت خدام في ديك الوقيته مع واحد البزناس، وليت قادر ندبر على 100 دولار في الشهر. كانت فلوس ساهله وما فيهمش تمارة، غير هو هادشي ما طولش. شي واحد شرالي مع البوليس دوزوني في محكمة نهار 26 جوان 1916. التهمة كانت هي حيازة المخدرات بشكل غير قانوني. اعترفت ليهم بالذنب ديالي وحكموا عليا بعام الحبس. من ظهري ضربت فيها 6 شهور وخرجوني بصراحة مشروط. فهاد الشدة اللي دوز بدلت سميتي، ما بقاتش سميتي سالفاتوري ولا تشارلي. علاش بدلتها؟ حيتاش كانوا شي محابسيه كيصغروا لي السميه ديال سالفاتوري وكيعيطوا لي صالي، وما كانتش كتعجبني. كتجيني صالي كتجي غير مع البنات، داكشي علاش بدلت سميتي لشي حاجه فيها الرجوله بحال تشارلي. من امور الخروج ديالي من الحبس، الهيبه ديال الزعيم طلعت العصابه طلعت عندي. بزاف ديال القطاط عيا كانوا باغيين نخدم معاهم، ولكن ما كنتش مسوق لها الطلبات كاملة. أنا ما كان قدرش نتبع الأوامر ديال التحت، خصني نكون أنا شاف وتا حاجة من غيرها. في الأخر ديال العام 1917 أسست عصابة اللي غادي نطلعوا بها حتى القمة. كان معايا كوستيلو وجوج ديال اليهود من الحومة عندي، ماير لانسكي اللي كان ذكي بزاف وعنده الماط في الدم، وبنجامان سيغل ما كانش ذكي بزاف بحال لانسكي ولكن كان زعيمي
فاش كتنوض المطايفه كيكون ديما هو اول واحد كيضرب الكروشي الاول. القوه ديال هاد الجروب عندنا هو كل واحد فينا كيكمل الاخر. كنت انا وكوستيلو ولانسكي هما الدماغات، كنتحكموا في العاطفه ديالنا وديما كندرسوا اي ديسيزيون قبل ما ناخدوها. سيجل كان العكس ديالنا، كيتسرع بزاف وديما كتلقاه وسط لاكسيون. الخدمه مع هاد العشران كانت غادا مزيان، العمليات ديال السرقه طلعوا بزاف وما طلعوا الفلوس اللي كندخلوا. باقي كنعقل على الزبابل ديال العقل اللي كنا كندخلوا وما كنا قادرين تنحسبوها. حتى لانسكي اللي كان طياره في الماط كيتلف ليه الحساب. في الاخر ديال العام 1918 العصابه كبرات ولا فاش يكداو 20 واحد، وهنا فاش خدينا قرار باش نانفيسيو داكشي اللي كندخلو في تقمرت. كانت هادي البدايه ديال الامبراطوريه اللي غادا تولي من بعد ديال تقمرت في النوار. بالنسبه لينا هذا عالم جديد دخلنا له، عرفنا بلي بالفضل ديال العاب القمر غادي يوليو عندنا وسائل باش نحققو ثروه كبيره. وهادشي واخا كنديرو من تحت الطابله، كنرشيو البوليس باش يبقاو عاطينا اتساع. وباش نجيكم نيشان، ماشي القمريه هي اللي درنا بها لاباس، ولكن اللي طلعنا للقمه هو الكولا معلم. في 1920 ولا شراب محضور في ميريكان، تانسبيرينا من آل كابون اللي كان هو الملك ديال البعد الشراب في النوار في شيكاغو. حنا كنا في اكبر مدينه في ميريكان واللي هي نيويورك، كنا عارفين بلي المارشي ديال الطاسه غادي يفيض علينا فلوس كحله، ولكن كنا عارفين بلي هاد لافير ما غاداش تكون سهله حيتاش المنافسين كتار. انا وصحابي كنا مازالين جون، انا بعدا كانت عندي غير 23 عام، الور كل المنافسين ديالنا كبارين وعندهم خبره كثيره. قبل ما نطلونصاو في البيع والشراء الشراب، دخلنا معانا مومبر جديد سميتو جو ادونيس. جون عنده 18 عام، خبير في السطو. فاش دخل معانا بدينا عطينا للتجاره في الشراب. هاد الحظر خلانا نديرو العاقه كثيره بريس قليل. العقوبات اللي كانت على هاد نوع الجرائم كانت بسيطه، ماشي شي حاجه، حتى لاشقمو البوليس شي حد ما قليل بزاف فاش كيصيفطوه للحبس. وهادشي ما جاش من فارغ، باش نحميو راسنا كنا كنعطيو رشوه للبوليس والسياسيين هكا باش نديرو لي زافير ديالنا وحنا ترونكيل. سبيسياليست اللي كان عندنا في هاد الدومين هو كوستيلو، كان كيطير في استغلال النفوذ وكيلقى مسؤولين فاسدين بكل سهوله. بالفضل ديالو غمضوا البوليس عينيهم على الكونتربوند ديال الشراب. من غير كوستيلو كل واحد في الدراري كان متخصص في شي حاجه. لانسكي وسيغل كانوا متخصصين في الترانسبور ديال الشراب، ادونيس كان متخصص في الابتزاز، وانا كنت كنوجه العمليات، كنجند اعضاء جداد في العصابه وكنقلب على حلفاء مزيانين. مصطلح يلخص لكم هادشي كامل، كنت انا هو الشاف ديال العصابه. من بين لي مومبر الجداد اللي دخلت كان واحد الشاب سميتو فيتو جينوفيزي، سفاح موسكلي وكيعرف كيف يخلع بنادم بالسلاح. زيد عليه واحد الدري اخر سميتو البرت اناستازيا واللي كان خصام ويقدر يقتل بنادم بالخف لا ظهرت ليه النقشه. الزافير ديالنا كانوا ناجحين، وكان طبيعي ان هاد النجاح غادي يثير انتباه ديال شخصيات كبار في هاد الدومين، وتا هما غادي يبغيو الطرف ديالهم من الكيكه. كنا في العام 1923، العمر ديالي في هاد الوقيته كان 26 عام، وكنت في الراس ديال المنظمه اللي خدامه في النوار. قدرت نربكها العاقه على طريق لي زافير الشراب، والنجاح الكبير اللي وصلت ليه خلال المنافسين ديالي كيصيفطوا لي دعوات باش نتحالف معاهم. ريوس اصحاح ديال بصح،
من بيناتهم جوزيبي ماسيريو وسالفاتوري مارنزانو. هاد الجوج كانوا دي دون كبار اللي محتكرين السوق ديال الطاليان اللي في نيويورك، كيكونتروليو حتى القمريه في الحومات ديال الطاليان، ولكن مع الوقت خرجوا حتى هما من داك السيكتور ولاو مهتمين بالكونتروبوند ديال الشراب. هاد لي دون فاش كيبغيو يحكموا شي مارشي كيفرقعوا المنافسين ديالهم غير بالفن، ماشي كيتعداو عليهم، لا كيدخلوهم معاهم باش يبقاو هما اللي محكمين. وهكا جاتني الدعوة الأولى من عند سالفاتوري مارنزانو. ومارنزانو ما كانش أي واحد، السيد راه كان في وضعية قريبة لأنه يكون هو الشاف الكبير ديال المافيا في ميريكان. دار معايا في واحد الريستو صغير ومشيت لعنده. فاش ريحت أنا وياه قال لي راك عاجبني، حتى الطريقة دي كيفاش كتسير الأمور متقونة، غير هو الناس اللي دايرين بيك ما عاجبينيش. مارنزانو كان كيحترم التقاليد القديمة ديال المافيا واللي كتمنع الناس اللي أصلهم ماشي من سيسيليا باش يكونوا في المافيا. وأنا العصابة عندي فيها اليهود وفيها حتى طاليانيين ماشي من سيسيليا. قلت لي هادوك راه صحابي وقرابي لي، ما عاديش نقدر نسمح فيهم ونلوحهم للتوش. فاش سمع مارنزانو هضرتي دار مارش عرير، قال لي يا شوف غادي تدخل مع المنظمة عندي وغادي نديرك في بوست مهم. قال لي فكر في هاد العرض مزيان وتفارقنا. المور ما خديت وقتي في التفكير، قلت لي لا العرض اللي عطيتيني كان مهم، غير هو كيبان لي الوقت ما مناسبش. صراحه ما كنتش مهتم بالعرض اللي قدم لي، غير كنت باغي نربح شويه ديال الوقت وصافي. هادشي خلال امبراطوريه الشرب ديالنا تكبر شويه بشويه في نيويورك كامله. كان عندنا احسن شراب في المدينه وكنا حاسين بلي ما كاينش اللي يقد علينا، حتى السلطات كانوا في جنبنا. ولكن مارنزانو ما قالنيش. واحد النهار كنت حاضر لواحد الكومبات البوكس ويجي يهضر معايا، قال لي عندي لك واحد لوفر، دوز عندي الحومة ديال الطاليان ونهضروا في البيزنس. انا ما كنتش من العاجزين، مشيت لعندو وريحنا. قال لي بغيتك تولي معايا في الفاميلا ديال مارنزانو، غادي تكون انت بحال ولدي، ولدي اللي عزيز عندي. مارنزانو في المقابل ده هادشي بغا يعطيني السوق الشراب اللي تابع للمنظمة ديالو ونسيرو ليه كيف ما بغيت، بشرط واحد، صاحبي لانسكي وسيقل ما يكونوش معايا حيت شي يهود. فاش تسالت المقابلة ما عطيتو ترد، كنت عارف بلي خصني نرفض هاد العرض اللي قدم لي، ولكن كنت باغي نتشاور بعدا مع صحابي ونشوف شنو كيبان ليهم في هاد الشيء. فاش درنا الاجتماع كل عطى الري ديالو. كوستيلو قال لي هذا عرض مزيان، بعدا هكا غادي نوليو مقادين في الصف مع دوك الريوس الكبار. بديت كنشوف في الوجود صحابي بان لي كل شيء موافق الا لانسكي. قلت ليه قولي شنو تيبان ليك ألانسكي؟ قال لي انا كيبان لي هاد البحيره اللي غادي تغطسو فيها ما فيهاش الماء، فيها الخرا. هنا بدا كل شيء كيغوت في نفس الوقت. قرب على نط في الشيماع، اضطريت نغوت على الزمر كامل باش يتكالماو. قلت ليه واش حماقيتو ولا مالكم؟ واش ما كيبانش ليكم بلي اون فوا غادي ندخلو مع مارنزانو ما غاداش دوز 48 ساعة تيصفي علينا كاملين ديال الكلبة؟ في الاخر كلشي اتفق معايا وفهمو بلي كاين ريسك كبير، لا مشينا تدرنا ايدينا في ايد داك خينا.
ردينا على مارنزانو الجواب واللي كان هو لا، رفضنا العرض اللي عطانا. الخبر ديال العرض اللي رفضنا دار بوم في العالم الجريمة ديال نيويورك. كان إشارة زوين بالنسبة لي، خلاني نربح نفوذ أكثر في المجتمع ونخدم مع ناس معروفين في الدومين. واحد من الناس اللي تواصلوا معايا بسبب هذا الخبر هو جوزيبي ماسيريو، الباترون ديال الباترونات سيسيليا في ميريكان هاد الوقيته. هو ومارنزانو ما كانوش كيتحاملوا. مارنزانو كان باغي يكون هو الباترون ديال الباترونات، عليها كانوا رجالو ديما كيصابوطيو لي زافير ديال ماسيريو. الحصول مشيت لواحد الريستو وتلاقيت ماسيريو، جاب لي الله بحالا كان عايش نفس السيناريو اللي عشتو مع مارنزانو، غير هو كاين واحد ليكسيبسيون. ماسيريو ما كانش عنده الثقافة والأدب اللي عند مارنزانو، كان خاسر، ما عنده لا لباقة في الكلام لا والو. بدا كيغوت وقال لي اسمع لي مزيان شنو غادي نقول لك، راه غادي يجي النهار اللي غادا تنوض فيه الحرب، وانا عارف داك مارنزانو شنو باغي يدير، باغي يلوحك للتوش باش يبقى مني ليه، ولكن ما غاديش نخليه يحقرك. نتا شارلي غادي تولي معايا وغادي نخليو داك خينا باغي يفقسهم. ماسيريو بغاني نكون دراعو اليمين، ولكن قلت لي خصني الوقت باش نفكر، حيت ما بغيتش ناخذ شي قرار بالزربه. ما عجبوش جوابي، بقى كيهلل وصدع الدنيا بصوت قبيح. انا بقيت كنسمع الخراع وكنتسائل شنو اللي يصلح لي كحالف، واش ماسيريو ولا مارنزانو. ولكن ضربات لي الطن في دماغي وبالي بلي احسن حاجه بالنسبه لي هي نطيرهم من طريقي بجوج. غير هو فهاد الوقيته خصني نتبت ونفكر مزيان. ماسيريو عنده منظمه قوية بزاف من ديال مارنزانو، فبدا كيبان لي بلي خصني ندير اتفاق مع ماسيريو. غير هو ما بغيتش نمشي عنده، بغيتو هو يعاود يقلب عليا. كنا هنا في النص ديال العشرينات من القرن الفايت، كندخلو فلوس كحلا لاكاس. فهاد الوقيته كنت عايش في بارطما كبيره في الشرق ديال مانهاتن، كانت عندي كوليكسيون ديال الطوموبيلات وبلاكار عندي فيه غير الحطات النقيين. درت صحاب جداد من بيناتهم شخصيات في السياسه الرياضه والفن. المارشي ديال الشراب اللي شادين ولا كيدخل لينا ديك 12 مليون دولار في العام. القمريات هي كنا كندخلو منها الخناشيد الكاش، ما كناش كندفعو الضرائب، ولكن لا شارج عندنا كانوا كتار. الموظفين ديالنا في الطوطال كياخدو مليون دولار للعام. الرشوة ديال البوليس والسياسيين كطلع علينا بخمسة مليون دولار للعام، وعد لي شارج ديال هنا ولهيه. في الطوطال كنربحو تقريبا 4 مليون دولار في العام. من بعد ولات العصابة ديالنا كتانفيستي في الكريديات، كنعطيو للناس كريديات والمعدل ديال الفائدة كيكون صاروخي. زيد على مولات المنظمات ديالنا اكثر من 50 بروجي في صناعة الحوايج. هاد النجاحات خلاو الرؤساء الكبار يضغطوا عليا باش ناخذ القرار. وهنا فاش جاتني الدعوة اللي كنت كنتسنى فيها من عند ماسيريو. كنا في العام 1927، جاتني دعوة باش نتلاقى مع ماسيريو في واحد الهوتيل. قبل ما نمشي لعندو درت اجتماع مع صحابي اللي قرابين لي، كلها وريوها اللي باغي نديرو اتفاق مع ماسيريو، اللي باغي ندخلو عليه الهوتيل ونصفيوه. تبل بلاد الدنيا شي كيشرق وشي كيغرب. في الاخر كان خصني ندخل باش نسكتهم كاملين. قلت لهم القرار هو هذا، جات الوقت دابا باش نتحالفوا مع ماسيريو. تخينا ما كانش كيعجبني،
ولكن كان كيبان لي حاليف حسن من مارانزانو، وزيد عليها كان حاكم مناطق في مانهاتن اللي كنت حاط عليها العين من شحال هادي. الرونديفو مع ماساريا كان في نفس النهار ديال الدعوة. مشيت عندو لوطيل مع الربعة العشية، دخلت عندو لقيتو طايح في الطبلة كياكل كيف شي حلوف، كلهم جخمر بالماكلة فمو غادي يطرطق. بقى كيعاود لي النكات طالقات سراحو، كيدوي على سيسيليا قبل كاع ما نتزاد. هادشي كعاني حيت ما جيتش لهنا على ود التمرقيل، جيت باش نناقش معاه البيزنس. من مور ما خشاف وجهو حتى التبوقلات ليا كرشوه، قرب لعندي واحد ايدو على دراعي قال لي دابا عندك جوج الاختيارات، اما غادي تولي صاحبي، اما غادي تخرج من هنا جتا في صندوق ديال الموت. ماساريا دارني بيه المطرقة والسندان. باش نكون صريح معاكم، كنت جاي وعوال عليه غادي يبغى يدعقني بشي هضره بحال هادي. قلت ليه خصك تعرف بلي راني ما خايفش منك، جيت باش نهضر معاك في لي زافير، وها صاحبي اللي معايا جبتو باش يشهد على هادشي. غادي نلعب اوراقي كاملين فوق الطابله، العرض ديالك انا موافق عليه ولكن بشروط. غادي نكون انا الرقم جوج موراك، تحت ما يكون فوقي في الهيرارشي من غيرك. غادي تعطيني نسبة معقولة من كاع داكشي اللي كتدخل، وانا بدوري غادي نساهم بكاع داكشي اللي كندير انا ورجالي. كلشي ما خطا حاجة وحدة، غادي يجيك في حقك حتى شي قطرة د الويسكي. تانستالا السكات وناض ماساريا من كرسيه، بدا كيغوت وكيفرشخ مع الحيط اي حاجة لقى قدامه. فاش سالا هاد الروند ديال التهلال بدا كيتفرقع بالضحك، حط ايدو على دراعي وقال لي انت الوحيد اللي من سيسيليا في هاد المدينة اللي ما كيخافش من ماساريا البوس. يوا سيدي متفقين على كل شي غير كون هاني هاد شارلي. فبعد الاتفاق وليت انا هو الليوتنون الاول ديال ماساريو، بقيت شاد لي زافير ديالي في الشراب وما بدلش صحابي اللي بداو معايا. فاش درت معاهم اجتماع قلت ليهم هاد الاتفاق اللي درت مع ماساريو خصنا نستافدو منه شحال ما قدرنا، حيتاش الحرب اللي بينه وبين مارنتانو يقدر ماساريا هو اللي يخسر فيها. حنا خصنا نستغلوا الفرصة ونربحوا مزيان قبل ما تفرقع الرمانة. من مور سويعات قليلة على الاتفاق اللي سينيت مع ماساريا، نيويورك كاملة عرفات بالخبر. فاش قرب يتسالى العام 1927، أغلب الوقت كنت كندوزو في ليزافير ديال ماساريا. لقيت بزاف الفوضى في البيزنس ديالو، اضطريت ندوز 6 شهور الاولى كامله غير كنظم ليه في المؤسسات ديالو. بالفضل ديالي الامبراطوريه ديالو تمودرنيزات، ولكن كل ما خدمت معاه كنزيد نتعصب. الحلوف ديال ماساريا كندير لي واحد اللصقه مقوده، كل 3 دقائق كيعيط لي باش يقول لي علاش درتي هادي، علاش ما درتيش هادي. ضمي هذا كان باغي يعاملني كيف شي خدامه ديالو. فاش نط الحرب بين ماتساريا ومارنزانو، ما بقاش خونا كيسط على راسي، وليت مكونسونطري على لي زافير ديالي اللي من بيناتهم نحضر لواحد الاجتماع غادي يكونوا فيه كاع الباترونات ديال العالم ديال الجريمه في ميريكان، واللي هو المؤتمر ديال اتلانتيك سيتي. قال باترونات المافيا في امريكا نحضروا من غير جوج، ماساريا ومارنزانو. هذا المؤتمر خرجنا فيه بالاجماع على هاد القرارات. 1، تحد ما ينفرد بلي فورنيسور ديال الويسكي ليه بوحدو. 2،
نردو البيزنس ديال الشراب قانوني اون فوا يترفع الحظر. ثلاثة، نطلعو من الاستثمار في القمرية. والقرار الرابع كان مرتبط بآل كابون، قالوا ليه باش يتكالما شوية في شيكاغو حيتاش كان مأمبليكي في شي صداعات تما. الباترونات ديال الجويه بربعة البلاد غادي يتعاونوا باش يقسموا المارشي ديال الشراب بشكل عادل. بعبارة أخرى، كانت هادي البداية ديال المنظمة اللي فيها بزاف ديال الباترونات دايرين ايديهم في ايد بعضياتهم. هدف واحد اللي كانوا مفيزين عليه كاملين هو نحتكروا الترافيك ديال الشراب في البلاد كاملة. هاد المؤتمر كان مزيان بالنسبة لي، قدرت على طريقه نكسب بزاف د الاحترام من قراني، وكنت عارف بلي غادي يدعموني الا مشيت حتى وصلت للقمة د الهرم شي نهار. من مور المؤتمر وليت واحد من الزعماء الشارمة المنظمة اللي عندهم نفوذ كبير في الولايات الامريكان. ولكن كانت واحد الحاجة دايرة لي السوسة في الراس، الناس اللي دايرين بيا وسيرتو اللي ماشي ايطاليانيين كانوا كيغلطوا لي في النطق دكنيتي، وهذا الشيء برزتني. كاين اللي كيقول لي تشارلي لوكانيا وهذه صحيحه، وكاين اللي كيقول لي تشارلي لوكينيا وهذه ما كنحملهاش. حاولت نلقى شي كنيه اخرى، وهنا فاش طاحت لي في بالي لوتشيانو. فمن هاد النهار ولات سميتي تشارلي لوتشيانو. التأثير الكبير اللي ولا عندي في الدومين بدا كيديرونجي ماساريو. عيط لي واحد النهار صاعر في التليفون قال لي جوج ديال رجالي تشدو، ياك انت اللي كترشي البوليس كتكونش انا فاش كنحتاجك، ديما ملايم على زافير ديالك ما نعرف فين، شي خصو يحبس حد انا ودابا غادي نجي عندك دابا نشوفك وغادي نقادو هادشي في خطره وحده. فهمتيني شنو كان نقول ليك ولا لا؟ ما سيريا كان كاعي ديال بصح وماشي غير بوحدو، حتى انا كان طالع عليه القرضه. قلت لي ما كاين حتى مشكل، جي عندي ولكن بوحدك. فاش وصل ماسيريا ما خلاش لي الوقت حتى باش نسلم عليه، بدا كيغوت ليه في وجهي، شنو كيسحاب لك كرك شي حاجه؟ واش باغي تاخد لي بلاصتي ولا كيفاش؟ ما نقدر نقردك طراف ونحيد لك عينيك من بلاصتهم ونقطع عليك لسانك. بقيت يعربط عليا، حاولت نكالميه والو. قال لي من اليوم غادي تولي خدام عندي 24 ساعه على 24، وكاع الفلوس اللي كتدخل غادي يمشيو كامل الى لاكاس عندي. عجبك هادشي هو هذاك، ما عجبكش عاود كرك. قلت ليه ولكن راه درنا اتفاق وتسالمنا باليدين عليه، ما يمكنش تقيس لي الويسكي ديالي. ما صار يا فرع هاد الكود السيسيلي ديال المافيا. قال لي الويسكي ديالي ولا بغيت غادي نشربو كامل حتى لاخر قطره، اتفاق لي بيناتنا ما سوقيش فيه. القضيه ولات حامضه، يا مات قليله مراد المقابله جاتني دعوه من عند مارنزانو منافس ديال ماسيريا. فاش مشيت عندو استقبلني وقال لي واش ما كيبانش لي كاتشارلي بلي جات لوقيته تولي معايا؟ قلت لي راه هادشي اللي ولا كيبان لي حتى انا. ويقول لي ولكن علاش غلطتي ودخلتي مع ماسيريا في الاول؟ داك النوع راه ما يصلحش ليك انت دابا، واش اول ما تبقاش معاه ولا كيفاش؟ جاوبت ورا داكشي علاش انا هنا معاك دابا. قال لي هادي مشكلة ولكن غادي نشوفو كي نعالجوها، غادي تكون بحال ولدي كيف قلت لك، ولكن عندي شرط واحد تشارلي، هو تقتل ماسيريا. هنا فهمت بلي مارنزانو باغي يطيحني في الفخ. في القانون السيسيلي
اي واحد كيقتل الباترون ديال شي فاميلا ما عندوش الحق يجي بلاصتو من بعد. قلت لمارن زانو واش حماقيتي؟ من مراد السؤال ديركت شي حد ضربني للراس بشي لعيبة وغيبت. فاش حليت عيني خوا وليسطل ديال الماء على وجهي كنت مربوط مع واحد البارة وقدامي جروب درجال مغطين وجههم بالفولارات. مارنزانو كان قدامي وساكت. قلت لي راه ما غاديش نقتل ماسيريا. هنا مارنزانو عطى إشارة لرجاله وما يبداو كيفرشخو فيا. كينزلو عليا بالهراوات السماطي كيطفيو الكارو في الحمي كيضربوني بأي حاجة عندهم. غيبت عاوتاني بقوة العصا وملي فقت بداو كيعذبو فيا. مارنزانو كان كيجي مرة مرة يقاطعهم كيقول لي شنو واش قابل ولا لا؟ مالك على هاد العناد كامل؟ ما طلبتش منك شي حاجة كبيرة، غادي تقتل راجل واحد مهمة اللي انت قادر ديرها زعما. لما درتيش هادشي اللي طلبت منك بالرب تا غادي نقتلك هاد شارلي. هنا بداو الرجال ديال مارنزانو كيجبدو في الجناوة وكيشرطو عليه الحمية كاملو. واحد الوقيته جبد واحد منهم فردي وحطو ليه قدام وجهي. كان غادي يخوي عليه فراسي يكون ما تدخلش مارنزانو. قال لهم ما تقتلوش، غادي يدير داكشي اللي طلبت منه. ما زال غادي نشوفوه مرة أخرى. كانت هادي هي النهاية الحصة ديال التعذيب. من بعد فكوا لي رباطي وهزوني في الطوموبيل، داوني حتى لواحد الكوان ولحوني فوق الطروطوار كيف شي خنشة ديال البطاطا. لقاوني شي بواليس مليوح وما يديوني للسبيطار. دارولي 55 غرزة في الحمي. كنت مطلب الفاصمات والزروقية في ذاتي كاملة. جاو عندي جوج صحابي للسبيطار لانسكي وكوستيلو. عاودت ليهم شنو جرالي وقلت ليهم بلي عندي الزهر اللي مازال عايش معاكم في هاد الحياة. هنا نقز لانسكي وطلق عليا السمية لاكي لوتشيانو. بسبب الزهر اللي عندي تبقيت في الحياة، ومن هاد النار بقات لاصقة عليا السمية اللي تعرفت بيها ولي هي لاكي لوتشيانو. من مور ديك العصا اللي كليت بقى كيدور لي سؤال واحد في دماغي، شنو هو السبب اللي خلى مارنزانو ما يقتلنيش؟ علاش صوفاني فاش كان واحد من رجاله غادي يتيري فيا بالسلاح؟ وصلت للجواب حتى لمور تلت ايام. مارنزانو كان عارف بلي ماسيريا واحد الراجل اللي صعيب تقرب ليه. لا بغيتي تقتلو خصك ضروري ديرها من الداخل، تانفيلترا وسط السرق اللي قريب ليه. فالحل الوحيد اللي لقى قدامه هو انا. كان خاصني نتسنى حتى الاخر ديال اكتوبر 1929 باش نولي قادر نوقف على رجلي. فهاد الوقيته الاقتصاد الامريكان طاح، دخلات البلاد في الكساد الكبير. هاد الازمه اثرت على بزاف الانشطه ديالنا. كلينا الدق صراحة، كنا كنعانيو كيف الناس كاملين. أنا كان دماغي شاد ساتيليت آخر، كنت كنفكر في ماسيريا ومارنزانو. خصني ضروري نختار واحد من بيناتهم، وخا في الداخل ديالي ما حامل جد بو تا حد منهم. بديت أنا وصحابي كنحاولو نخرجو من ديك الأزمة. قدرنا نطلعو من الفندق بسبب الكريديات اللي كان عطيو للناس وتقمرت اللي تنديروها في النوار. الحرب بين ماسيريا ومارنزانو كانت في القمة ديالها. نيويورك ولات مطلية بالدمايا الدرجال من المنظمات بجوج. درت جيمة أنا وصحابي باش نناقشو هاد الوضعية. وصلنا لواحد القرار بالإجماع. جات الوقيتة باش نبداو نفذو البلانات ديالنا. أول خطوة كانت هي نعلم مارنزانو بلي راني واجد باش نصفي ماسيريا.
مشيت انا وصحابي وتلاقينا بمارنزانو. قلت ليه بلي راني واجد نقتل ماسيريا، وعطاني وعد بجوج حوايج. قال لي بلي الحماية ديالي وصحابي مورا القتيلة د ماسيريا هو اللي غادي يضمنها لي. والحاجة التانية حلف لي بلي ما غاديش يتدخل في لي زافير ديالي اون فوا رجعو السلم في العلاقات ديالنا. خرجنا من عند مارنزانو متفقين، بقى لينا غير ندوزو لاكسيون. نهار 15 أفريل 1931 مشيت للبيرو عند ماسيريا مع 9 الصباح. دخلت لعندو بديت كنشرح ليه واحد الخطة، زعما راني كنوجد باش نقتل شي واحدين من الرجال د مارنزانو. ماسيريا رشقات لي حيت طمعته بلي غادي نطير ريوصا صحاح عند المنافس ديالو. قلت لي راه غادي نحتفلوا بهذا الفيكتوار اللي ما بقى ليها والو فواحد الريستو في بروكلين، جي عندنا. فاش وصلت لوقيته التحق بينا ماسيريا في الريستو المعلوم، بقي كنعقل عمرت ليه الطابله بالماكله. عرفتو غير غادي يدخل غيتحلوا ليه العينين وغادي يسيل ليه دفالو. بقينا مريحين كناكلو وكنضرب على ماسيريا. الكليان بداو كيخويو الريستو، ولكن خونا بقى كيخشي في وجهو وكيتسنى الدسير. وصلت ديك 3:30 مورا الظهر الريستو خوات، بقيت غير انا وماسيريا. قلت لها جي نقصرو كارطة. بدينا لاعبين وفي التور التاني قلت لها بلاتي مشي للطواليت. ماسيريا كان مريح فوق كرسي ترونكيل مشك في التالعبة. اون فوا سديت الباب ديال الطواليت مورايا، تفتح الباب د الريستو ودخلوا 4 صحابي هازين الفرادة. ماسيريا ما كانش عنده الوقت الكافي باش ينطق بتا كلمة قبل ما يشرشمو صحابي بالقرطاس. جاو فيه 6 ديال القرطاسات وودع في البلاصة، طاح براسو فوق الطابلة وعمرات لاناب البيضة بالدمايات. واخيرا قتلنا جو دبوس ماسيريا. القتيلة كانت في قل من دقيقة وما كان حتى شي واحد شاهد على هاد الجريمة. فاش خرجت من الطواليت كنت بلي توفى. عيطت للبوليس وتسنيتهم حتى وصلوا. من بعد درت جنازة كبيرة حضروا فيها بزاف الخلق، منو منيت انا وصحابي. من مور الموت ديال ماسيريا، مارنزانو ما ضيعش الوقت باش يرتب المراسم باش يتولى العرش ديال العالم ديال الجريمة في نيويورك. نظم حفل كبير وعرض على كاع الباترونات الصحاح ديال المافيا في البلاد. كان مارنزانو مريح في الراس ديال الطابلة وانا على لي من ديالو. من مورسكات طويل ناضو بدا الخطاب ديالو، ديكلارا ليهم وهز ايديه بلي من هاد اللحظة ولا هو الباترون ديال كاع الباترونات. قال لهم بلي ما غاديش يبقى كيسير غير عائلة وحدة، غادي يولي يسير كاع العصابات ديال البلاد مجموعين في منظمة وحدة، وغادي يكون هو البوس ديالو. غادي ياخد نسبة من كاع الأرباح ديال كل فاميلو. فهاد الحفل نيت قرر باش يقسم نيويورك لخمسة د الفاميلات: فاميلة غاغليانو، فاميلة بونانو، فاميلة بروفاتشي، فاميلة مانغانو، والفاميلة ديالي. مارنزانو وصل داكشي اللي بغا، ولكن ما غاديش نخليه يديرها بينو. داكشي اللي دار فيا ورجالو ما نسيتوش. وكنت عارف بلي الأغلبية ديال الباترونات اللي حضروا للحفل كانوا كيساندوني، وفي نفس الوقت مصدومين من القرارات التلوين اللي خدا مارنزانو. كل واحد في الباترونات كان باغي يحتفظ بالاستقلالية ديالو، فعلى اون فوا تسالى الحفل بدات كتبان المؤامرة كونتر مارنزانو. هادشي بدا من كليفلاند واحد النهار، درت اجتماع مع شي باترونات كانوا في الحفل وقلت ليهم مارنزانو راه مريض في كرول واحد الدرجة ما كتصورش.
الله يلعب علينا باترون كاملين. حاولت نقنعهم باللي خصنا نطيروا مارنزانو من الطريق، وفي الاخر كل شيء اتفق معايا. الخطة ديالنا كانت هي هادي، ينفونس فيها المارنزانو خصني نعلم الحلفاء ديالي بلي العملية نجحات، غير توصل الخبر للباترونات اللي في الكوانات بربعة ديال البلاد خصهم كاملين يقتلوا في نفس الوقت اي واحد من الرجال دمارنزانو، ما يرحمو حتى شي واحد. ومن مور القتيلة دمارنزانو غادا تكريا اورغانيزاسيون جديدة وتكون مودرن. مهمة بحال هادي ما غاداش تكون سهلة، خاصة ان مارنزانو كان محمي مزيان، ما كيتحرك لتا شي بلاصة بلا لي غارد كور ديالو. فباش نقضيو عليه خصنا نوظفو شي ناس اللي ما كيعرفوهمش بالمرة. تشاورت مع صاحبي لانسكي وقادينا هاد الخطة. كنا كنعرفو بلي مارنزانو كيستقبل لي كونطابل على ود باش يديكلاري الضرائب، فعليها قلنا بلي شي موظف من التريزور يقدر ينفذ لينا هاد المهمة. صاحبي لانسكي دبر في 4 ديال القتالة باش ينفذوا العمليات الاغتيال، علمهم كل شيء على السلوك ديال المفتش ديال الضرائب، كيفاش كيتمشى، كيفاش كيدوي حتى اللي كيضرب. وفي 10 سبتمبر 1931 مع جوج العشية بدات العملية. دخلوا دوك القتالة للبيرو ديال مارنزانو، ضربي الحطة ديال العملاء فيدراليين وبقاو معاه الراس في الراس. كل شي طراب الزربة، جبدو سلاحات وسد شي واحد فيهم الباب ديال البيرو. جوج القتالة جرو مارنزانو البيت الدخلانية باش يبداو معاه السجواب. ينفو سدو الباب موراهم، جبدو جناوة وبداو كيشرقو ليه في الحمو. هادشي كامل وباش القتيلة دوز حسيمسي، ولكن مارنزانو بدا كيغوت وكيدافع على راسو. شي اللي خلا دوك القتالة يتيريو فيه بسلاحاتهم باش يقتلوه. ودا في البلاصة هكا ولاو الطونات القدامين كينتاميو للماضي. شي اللي خلا الطريق مسرحة قدامي باش نطلع للقمة ديال الجريمة المنظمة في ميريكان. المود ديال مارنزانو علنات عهد جديد. صافي دابا مشات الايام اللي كان فيها باترون واحد المافيا هو اللي مضوميني الشغل. انا كنت كونتر داك اللقب اللي عطاه مارنزانو لراسو، باترون ديال كاع الباترونات. كتبان لي هاد القضيه كتخلق مشاكل بين الفاميلات المافيا، فلا جيت نصب راسي باترون ديال كاع الباترونات غادي نخلق لراسي مشاكل مع ناس اللي غادي يبغيو يشدو بلاصتي في العرش. ومالنا عليها، فإن فوصلت القمة ما بغيتش نورك على الناس اللي دعموني من قبل، نخوف الناس ولا نخلعهم ما كانش هادي الطريقة ديالي في التسيير. من مور المود مارنزانو وصلوني التهاني من الباترونات ديال الركاني بربعة البلاد. كل شي كان باغي يعرف شنو البروجيات اللي عوال نديرها في اليامات الماجية. وعلى عكس مارنزانو اللي جمع الباترونات في نيويورك، انا سافرت لعندهم باش نهضر مع كل واحد فيهم بوحدو. من بعد درنا باش نتلاقاو في شيكاغو. الكابون هو اللي نظم الحفل الكبير على ودي. اغلب الباترونات المنظمات في البلاد كانوا حاضرين، كانوا السيسيليين، طاليان، اليهود وحتى الايرلنديين. في النهار الاول ديال الحفل كنت كنهضر راس في الراس مع كل باترون شي فاميلا، فعوض ما نهضر معاهم كاملين دقه واحده كنت كنعزل كل واحد فيهم بوحدو. فهاد المقابلات شرحت لهم جوج الحوايج. اول حاجه صدعت بين العصابات خصها تبقى شي حاجه من الماضي، باش نزيدو بلا زافر لقدام خصنا نطويو الصفحه مع هاد المشاكل. ثاني حاجة كل فاميلة غدا تكون مستقلة بذاتها، كل مدينة ولا منطقة غدا تكون تابعة لشي فاميلة، بشرط واحد، فاميلات كاملين غدا يكونوا داخلين في بحالة قلتو لجنة وطنية
هاد اللجنة الغرض منها هو تحدد الخط السياسي العام ديال الجريمة المنظمة في البلاد. كاع الباترونات غادي يكونوا في هاد اللجنة، وغادي يستافد كل واحد فيهم من صوت متساوي مع الاخرين. بطبيعة الحال غادي نكون انا اللي كنسير هاد اللجنة، ولكن راه ما غادي نكون زايد عليكم بتا حاجة. حتى انا غادي يكون عندي صوت واحد، ما غاديش يكون كبر من حتى واحد فيكم. الباترونات بانوا لي موافقين على هادشي، ولكن ما فهموش حاجة واحدة، علاش بغيت نتخلى على اللقب ديال الباترون ديال كاع الباترونات؟ اللقب مقدس بالنسبة ليهم، داخل في التقاليد اللي صعيب يتخلاو عليها بهاد السرعة هادي. صاحبي لانسكي قال لي شي هاد الباترونات هضر معاهم بداكشي اللي غادي يفهمو، حتى الا ما بغيتيش اللقب دير شي سمين هاد المنظمة غير باش يولي هادشي مأطر مزيان. ومن هنا جات السمية ديال المنظمة الجديدة واللي هي الاتحاد السيسيلي. في الليلة ديال الحفل تجمعنا كاملين، وبدا كل واحد في الباترونات كيجيب لي جوا عامر بالفلوس بحال كيف ما داروا مع مارنزان، وبغاو يقسموا لي بالوالا، ولكن رفضت هادشي كامل وقلت ليهم انا ما باغيش الفلوس، راه عندي رزقي، وعلاش اصلا غادي تعطيوني شي ريال وحنا كاملين متساوين؟ فاش تسالى الاجتماع في شيكاغو حققت واحد من الاحلام ديالي، هو ندير منظمة حاكمة لي زافير في البلاد كاملة، ونكون انا اللي في الراس ديالها. الصحفيين ولاو كيسميوني البوس فاش كيكتبوا عليا، وكاع صحابي ولاو كيعتبروني انا الباترون الكبير، وخا عييت ما نقول لهم بلي راني ماخ زيد على التحدي في هاد المنظمه بشي حاجه. فهاد الوقيته كنا في الدخله ديال العام 1932، الازمه الاقتصاديه كانت مازال كتنخرف البلاد. في 1933 الحكومة الأمريكية حيدت الحظر على الشراب، وكانت هادي هي النهاية ديال البيزنس ديالنا في الترافيك ديال الكول. كنا عارفين بلي غادي يجي النهار اللي غادي يطرا فيه هادشي، الا كنا كنوعو في لي زافير ديالنا باش ما نتقصحوش. كونسونطرينا خدمتنا على تقمرت كازينويات لي صال جو وغيرها، كنا حاكمين المارشي على طريق الرشوه اللي كنعطيو للسلطات والسياسيين. مشينا بعيد وبدينا لاعبين حتى برا امريكان، ولينا شادين المارشي ديال تقمرت في كوبا. خطوه بحال هادي كانت واحد البلوس كبير بالنسبه لينا، المستقبل كان تيبان لينا في الغوص على الاقل، هادشي اللي كنت كنعتقد شخصيا، ولكن كنت غلط. المنظمة عندنا كانت داخلة في المئات السيكتورات، كنا كندخلو تقريبا 2 مليار ديال الدولار في العام، كل شيء كان غادي بالنسبة لينا، حتى النهار اللي قرروا السلطات يشعلوا عليها البروجيكتورات. بدأوا الاعتقالات بالكابون اللي شدوه في 1931 بتهمة ديال التهرب الضريبي، وحكموا عليه ب 11 عام ديال الحبس، موراها طاحوا ريوصا آخرين. التهم كان موراها واحد المدعي عام سميتو توماس داوي. نهار دارني بين عينيه بدا كيقلب غير كيفاش يطيحني في الشبكة، هو وفرقتو كانوا عارفين اني كندير ديزافير ديال الابتزاز، ولكن الحاجة اللي كانت ناقصاهم هي الدليل. كان صعيب عليهم يلقاو شي حاجة، كنت مجاري الشغل مزيان، كانوا تحت مني بزاف الناس في الكراد ووسطاء اكثر، وخا تلقى كاع شي واحد داير شي حاجه غادي صعب عليك تلقى شي رابط بيني وبينه. اي واحد حقه مع البوليس ما كيلقاه فيه ينفع، تحد ما يقدر يقول ليهم راه جاوني الاوامر من عند لاكي لوتشيانو. ولكن كان استثناء واحد في القضيه، السلطات داروا تحقيق في ديور القحاب اللي في نيويورك، وهاد المعلومة خليتها تال دابا باش نقولها عليكم. الدعارة كانت من بين لي زافير اللي خدامين عليها تاهي،
درنا ريزو كبير في نيويورك، كان فيه أكثر من 200 دار القحاب وتقريبا شي 1200 وحدة اللي خدامة فيهم. كنا كندخلوا فلوس كحلة من هاد الدومين. بداو كيداروا الاعتقالات، وواحد النهار وصلتني خبر بلي السلطات اقتحموا الدار عندي. عرفت بلي القضية حامضة وانا نهرب. بقيت كنتصل بصحابي باش نبقى على بال بشنو طاري. المدعي العام رد مني ليه المي بيبليك رقم واحد في نيويورك. توجهت ليا 62 تهمة، ولاو البوليس البلاد كاملين كيقلبوا عليا. وسط الظروف كان باين بلي يامات قليلة وغادي يطيحوا عليا. وداكشي اللي جرى، شدوني في الولاية أركانساس ورجعوني لنيويورك. جات الوقت باش نوقف قدام العدالة، وبديك 62 تهمة اللي موجهالي كنت غادي في الخسران ديال بصح. بدات المحاكمة ديالي في 13 ماي 1936. شهود كانوا كتار في هاد القضية. ثلاثة السيمانات والمحاكمة خدامة عاد باش قدروا يسمعوا الشهادات كاملين. في الاخر حكموا عليا ب 30 حتى 50 عام. هزني لما صدقت غادي نكمل داكشي اللي بقالي في حياتي وسط الحيوط الحبس. وليت عطايا غير القرايه ديال الكتوبه فهاد الحفره. صحابي كيجيو يزوروني وبقاو كينفذوا الاوامر ديالي، ولكن الوقت كدوز وبديت كنتعفن هنايا. كنت كنحاول نلقى شي طريقه كيفاش نخرج من الحبس. اي ما بالي كيف ندير ليها. حتى جا النهار اللي بدات فيه الحرب العالميه الثانيه. دخلت ميريكان الحرب في 1941 مورا الهجمة الجابون. كانت شي إشاعات كتقول بلي الغواصات دالمان كيدورو بالسواحل دميريكان، وهاد القضية كانت دايرة القلق للبلاد. فهاد اللحظة طاحت لي في البال واحد الفكرة ناضية. كنت عارف بلي لامارين كانوا خايفين من السابوتاج، قلت مع راسي هادي النقطة اللي غادي نلعبو عليها باش نخرج من الحبس. المنظمة عندنا كانت مسيطرة على كاع لي بور ديال نيويورك، فالفكرة ديالي كانت هي هادي. غادي نديرو شي تخريف شي بور نيويورك غير بالريط. الحكومة ما غادا تلقى حتى شي حل باش تواجه داكشي من غير المنظمة ديالنا. وهنا فاش غادي نعاونوهم، ولكن بشرط واحد، وليه يطلقوا صراحي. نسقت مع صحابي وعطيتهم الضوء الخضر باش ينفذوا. حرقوا واحد الباطو، وهادشي خلى الحكومة تلتجأ للمنظمة. قالوا ليهم راه خصكم تهضروا مع الباترون لا بغيتو نتعاونوا معاكم، واللي كان هو انا. الحكومة تواصلوا معايا وكتبت لهم طلب باش يطلقوا صراحي. وافقوا عليه ولكن بشرط واحد، غادي يرحلوني في حالي لسيسيليا ونفيوني للأبد من ميريكان. ما كانش شرط سائل عليا باش نقبله، ولكن اللهم هكا ولا نبقى غارق في الحباسات. تلقوا صراحي في 2 فبراير من العام 1949. صدقت راجع للفيلاج اللي هاجرت منه انا وفاميلتي النهار الاول، وخليت مورايا كاع داكشي اللي بنيت في ميريكان. ولكن كانت عندي خطه باش نرجع ونسير المنظمه، ماشي من ميريكان ولكن من كوبا. يمكنش لي نبقى في التوش، خصني دغيا نرجع الامور كيف كانت. في اكتوبر من العام 1946 مشيت حارق الكوبا. درت جيما مع كاع الباترونات في واحد لوطيل تما. كل واحد فيهم كان كيجي يشوفني باش يعبر لي على الولاء ديالو. شكرتهم كاملين حيت قبلوا الدعوة ديالي، حتى على الجوايات اللي عطاولي. قلت لهم بلي من اليوم غادي نبقى نسير لي زافير من كوبا. ناقشنا اللقب ديال الباترون ديال الباترونات، وينقز واحد صاحبي قال لي بغيتي ولا كرهتي
حنا راه كنعتبروك انت هو الباترون الكبير، و الا كان شي حد هنا كونطرا هاد الشيء يقدر ياخذ الكلمه ويعبر. تحد ما دوا كل شيء كان موافق. سأل الشي مع دكوبة وأنا متفائل بالمستقبل، ولكن الرجوع ديالي للقيمة تخربق بسبب واحد الخبر خايب. الحكومة الأمريكية عرفت بلي راني كاين في كوبا، وهي تبدا كتضغط على الحكومة الكوبية باش يرحلوني من البلاد. الضغط كان كبير، والكوبيين هزوا الرايه البيضاء، وليت بالزمن خصني نهز قلوعي ونرجع للطاليان. البوست ديالي كباترون ديال لورغانيزاسيون ولا في خطر. فاش وصلت للطاليان داروني تحت المراقبه. توحشت ميريكان وما بقيتش عارف كيف غادي ندير باش نخرج من هذا الموقف. دازو سنين، زمان صبغ لي راسي بشيب، وهنا غادي نخرج من الشخصية ديال لاكي لوتشيانو باش نقول لكم بلي في 26 يناير 1962 توفى خونا بسبب نوبة قلبية. كانت هادي هي النهاية ديال ليستوار دو واحد من لي كريمينال المقودين اللي دازو في التاريخ. يبغى الانستغرام ديالي راه غادي يلقاه في الديسكريبسيون. هذا ما كان اخوتي، تلاو. Something.